السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. واليوم جيت نشارك معكم مخمر معمر بحشوة سهلة بزاف ولذيذة، وكيجي خفيف بزاف ورطب. نتمنى يعجبكم، وغادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير ديال هذا المخمر. اول حاجة غادي نديرها غنصيب الحشوة اللي غنحتاج فيها البصلة مشلطة والفلفلة وخبز محكوك والزيتون مقطع والربيع وشوية ديال الهريسة. والعطرية غنحتاج تحميرة وشوية ديال سكنجبير وشوية ديال الخرقوم وشوية ديال البزار، وغنحتاج شوية ديال الملحة وشوية ديال الزيت. شوية ديال الزيت في المقلاة غنزيد عليها هاد البصلة هي والفلفلة، وغادي نزيد عليها داك خيزو حتى هو. غادي نجمعهم كلهم باش يتشحروا في رافضة. وهنا ما غاديش ندير العطرية دابا، غادي نخليها حتى الاخير حتى تشحر هاد الخضرة. حيت الا درتها دابا غادي تحرق ليا ديك العطرية، غادي نخليها حتى الاخير ونزيدها هي والربيع والزيت المقطع. دابا نبقى نحركهم حتى تشحر ليا الخضرة كلها. هنا تقدروا تزيدوا حتى الكرعه خضراء الى عندكم، اولا حتى الكفته الى عندكم حتى هي تقدروا ديروها. المهم الحشوه ديروا اللي بغيتوا واللي متوفر عندكم في الدار. انا داكشي اللي عندي راني استعملته. وهنا ملي تشحرات الخضره دابا غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه، وغادي نزيد ديك العطريه ونحرك مزيان، وغادي نزيد عليها داك الربيع. غنزيد عليها الزيتون المقطع وشويه ديال الهريسه. صافي، وغادي نطفي عليها وغادي نحركها مزيان ونخليها تبرد، وغادي ندوز نصيب العجينه. بالنسبه للعجين غادي نحتاج كيلو الا ربع ديال الدقيق الفورص، غندير لتر ديال الماء دافي، 3 معالق ديال زيت الزيتون والملحه، وجوج معالق كبار ديال الخميره ديال العجينه. هنا الدقيق ديال الفينو غادي نخليه حتى الاخير، ما غاديش نديرو دابا. هنا اول حاجه غناخذ هاد الدقيق الفورص، غنزيد عليه هاد الملحه هي والخميره، وغادي ندير زيت الزيتون حتى هي. هنا درت هاد الزيت غير باش تجيني العجينه رطبه، كتخلي العجينه رطبه. دابا غادي نزيد عليهم داك الماء دافي وغادي نخلطو في الراب حتى تخلط مزيان. غنزيد داك الماء كله، داك الليتر ديال الماء خصو يكون دافي باش العجينه ضيا تخمر لينا. وهنا زدت داك الماء اللي بقى خلطته مزيان. صافي، دابا غادي نخليه باش يخمر. غادي نخبيه بسلوفان من الفوق وغادي نخليه 15 دقيقه حتى تفعل ديك الخميره اللي فيه ونطلقه. وهنا ملي خمرت ديك العجينه خليناها 15 دقيقه حتى تفعل ديك الخميره كما كتلاحظوا. دابا غادي نحل عليها وغادي نزيد ليها هاد الدقيق ديال الفينو، هي كما كتلاحظوا. دابا غنزيد الدقيق شويه بشويه ونعجن بيديا حتى تجمع العجينه. وهنا ما تزيدوش الدقيق خطره واحده باش ما تجيكمش العجينه قاسحه، خصها تكون كتلصق في اليد وتكون رطبه، وتخدموها مزيان دلكوها، يعني خصها تدلك مزيان باش تجيكم رطبه ومزيانه. جينا ملي دلكتها مزيان باليد كما كتلاحظوا كتجي رطبه بزاف وخفيفه. وهنا غادي ناخذ العجينه وغادي نقسمها باش نديرهم قريصات صغار.
دابا غادي ناخد هاد الكريسات وغادي نحلهم، نحاول ما نحلهمش في الوسط، يعني ندلك غير الجناب، نرقق غير الجناب ونخلي الوسط يكون غليظ باش نحط عليه الحشوه، باش ملي نبغي نقرصها يعني ما تقطعش لي العجينه وتخرج الحشوه. دابا غنطلع هاد الجناب ونحاول نشدها مزيان باش ما تحلش، وغادي ناخذ شويه ديال الزيت ونزينها من تحت للفوق. صافي وغادي نخليها ونكمل العجينه كلها اللي بقات عندي بنفس الطريقه. ودابا غادي ناخد هاد الكريسات غادي نحاول نحلهم، غادي ندهن يديا بشويه ديال الزيت نحاول نبسطهم شويه. انا راه درت المقله كتسخن، غنطيبهم دغيا. هنا اصلا هما راه ما كيحتاجوش يخمروا، العجينه راه خمرت في الاول، وهنا ما كتجيش تكملي يعني تعمريهم، تعمري هاد الكريسات حتى كتلقاي هذوك اللي صيبتي في الاول تلقايهم راه تلقوا. صافي وتزيد طيبيهم دغيا، يعني ما كياخذوش الوقت بزاف. هنا خديت شويه ديال الزيت درتها في المقله وغادي نحط عليها هذا البطبو، وغادي نخليه شويه وغادي نقلبه، ما غاديش نخليه بزاف. هنا غناخذ شويه ديال الزيت غندهنها من الفوق ونقلبها. هنا درت شويه ديال الزيت غير باش يجوني محمرين، باش يجي اللون ديالهم ذهب. صافي غنبقى نحركها حتى نشوفها تحمرت ونحيدها ونكملهم بنفس الطريقه حتى نطيبهم كلهم. المحمر هذا هو الشكل ديالو ملي كملته، نتمنى يعجبكم وتجربوا، صراحه كيجي لذيذ بزاف وكيجي خفيف ورطب. نتمنى تجربوا هذه الطريقه وتردوا عليا في التعليق، ولا عجبكم ما تنساوش تخليو ليا لايك وشي تعليق وتبارطاجيو. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد في القناه. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، والسلام عليكم.